صباح الخير لكم المشاهدين عم تابعين بصبحيتنا، ودائما لما نكون عم نحكي عن المؤسسه العسكريه هون تحيه بنوجهها لكل عسكري، لكل ضابط، لكل مغوار بالجيش اللبناني يلي هو حامي الوطن وعم بدافع عنه. كيف اذا كنا بثلاثه اذار كلنا رح نجتمع مع هالمغاوير تحديدا حتى نشارك بسباق بمنطقه الزعرور بيحمل عنوان رينجرز ليد ريس او المغاوير تقود السباق. من هيك بصير نستضيف معي بالاستوديو دكتور ليندوس دو، الاستاذ الجامعي ورياضي محب للمغامرات، بالاضافه لافيديس كالباكيان دليل جبلي، وسبق وحكينا نحن وياه بالسابق عن امور قام فيها واكتشفها بجبال لبنان. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. بونجور. يعني بالبدايه لما نحكي عن فوج المغاوير لما يكون عم بشارك بهيك نوع من السباقات وعم بيكون قريب من الشعب، كثار يمكن بيسمعوا انه المغوار هو الشخص يلي بيقاتل، يلي بحارب، يلي بياكل راس الحيه مثل ما بنعرف، وبعيد كل البعد عن الشعب، وحتى بنفس الوقت يمكن قاسي هالقد. ولكن اليوم حبيتوا تقوموا بهذا السباق مع المؤسسه العسكريه بهدف شو؟ صحيح، هذا هو الهدف الاساسي، لانه المغاوير تكون مع الشعب، حد الشعب، لانه المغوار مش بس على بالسكنه وبالحاجز، فلازم من هون بنعرف الجبل، نتعرف على بيئتنا وطبيعه لبنان الحلوه، وكيف اذا كنا مع المغاوير يلي فينا بهالسباق نكون حدهم، عم نمشي سوا اجر ورا اجر، بنهار بنعيشوا معهم، ومثل ما قلت رح يكون بثلاثه اذار بمنطقه الزعرور. مين بده يطلع بهالفكره؟ هي الفكره منا جديده، فكره لها فتره، عم تكون اكثر بالصيفيه في كذا منطقه من لبنان، عم بتكون كمان هي مشاوير مع المغاوير، بس هالمره هي رجعت بحلتها البيضاء. سنه الثلج اسم الله في كثير عنا منه، ورح تكون بالزعرور. وبنذكر انه هيدا الايفنت رح يكون برعايه قائد الجيش العماد جوزيف عون. مزبوط. اهلا وسهلا فيك دكتور ليندوس دو، استاذ جامعي ورياضي محب المغامرات. اليوم انت رح تكون عم بتشارك بهيدا السباق. ايه اكيد. يعني هيدي فرصه كثير حلوه، يعني هيدا السباق عن جد عنده بارتي كتير حلوة، بنطره مناطرة وبحب التلج، وبنفس الوقت يعني في هيدي العلاقة مع المغاوير، عم نكون عم نمشي معهم، عم نعيش معهم هالنهار الحلو، لأنه مش ما بيتسنيننا كمدنية كل يوم نكون عم نتعاطى معهم، عم نحكي نحن وياهم، عم نمشي على دعساتهم، دونك هيدا هالشي مميز، ويعني ناطره أكيد. نعم، لما عرضت عليك الفكرة من قبل ليندوس، أنتم أصحاب كتير ودايما مشاريعكم عم بتكون سوا، يعني حتى وقت اللي اكتشف الجبال أفيديس أنت كنت معه وكنت مرافقه كمان. صحيح. يعني اليوم حتى عم نشوفك كمان موجود معه ومرافق، هل لأنه أفيديس هو اللي دفعك تتشارك، ولكن ولا حبك للمغامرة هو اللي شجعك أكثر؟ هم اثنين سوا، يعني صار لي بعرف أفيديس فترة طويلة، وبنفس الوقت في هالشغف للمغامرات للرياضات بالاوتدورز يعني بالاخص، وبهذا السبق يعني عم بيكون هالاثنين موجودين بنفس الوقت، وكيف اكيد بالاحرى يعني مع هالنسبة المشاركين بمنطقة الزعرور يلي هي منطقة كتير حلوة، يعني منطقة بتطل على 360 درجة، بتطل على جبل المكمن، بتطل على جبل الشيخ، على الشوف، على بيروت، وعلى عيون السمان. دونك من هنيك عن جد المشاركين رح يطلعوا هيدا، رح يشوفوا لبنان بحلة بيضة بمحل استراتيجي بيطل على تبع جبال لبنان. أفيديس خبرني شوي عن نوع هيدا السباق شو هو؟ هون السباق فينا نحكي انه هو في ثلاث فئات، في فئه للبروفيشنال للمعودين كثير يلي هي اسمها السكي راندوني، راح تكون من منطقه عيون السمان للزعرور، هيدي بالتنظيم مع فوج المغاوير وماكسيم شايع. ثاني سبق يلي هي بمنطقه الزعرور نفسها مقسوم لاثنين، في عندنا سبق للناس اللي بدهم يتصنفوا، هي راكيت يلي هي فيها تخلينا نمشي على الثلج بلا ما نغرق. اوكي. راح يكون في مسار 7 كيلومتر ونص مع 250 متر طلوع، هذا منظم مع جمعية بيروت ماراثون، والأهم والسبق مش السبق الثالث يلي هو فان ران نحن بنقله، هو اللي نحن جايين نحكي عنه أكثر شيء اليوم، يلي هي الشعب الناس من كل الفئات والأعمار عم تمشي مع المغوار إجر على إجر كلنا سوا، وعم نعيش هذا النهار الحلو يلي
تتسلينا الفرصة انه ينظموا لنا اياه الفوج المغربي. البيستات كيف مقسمة بهذا النهار وكيف رح تكون المسارات كمان موجهة للعسكر وللشباب؟ هلا هون مشان هيك بدي اذكر انه لازم نتصل على 01 87 44 93 كرمال امور لوجستية والتفاصيل الاكثر عن الموضوع بيقدروا يحلوها العالم من هذا الرقم. نعم. بس هن في مسار واحد محدد كل 50 متر في علامة. نعم. والمغاوير موجودين من مكان، وهون كمان فينا نقول انه الصليب الاحمر كمان موجود مع فرقة الانقاذ الجبلي كرمال الامان والسيفتي اكثر. نعم. لطالما ابرز فوج المغاوير قدراته التنظيمية بالمشاريع وكافة المشاريع اللي بقوم فيها اليوم، اذا بدنا نحكي عن هذا التنظيم وعن هالنشاط تحديدا، هذا التنظيم اذا بدنا نقول هو من قبل فوج المغاوير ولا من قبلكم انتم، وقد ايه تدخلوا كمان؟ لا نحن جايين نحكي باسم الفوج. نعم. المغاوير، بس هو فوج المغاوير منظمه مثل ما شفنا في 3 فئات، فئه منظمه مع ماكسيم شايا، وفئه ثانيه مع بيروت ماراثون. نعم. والثالثه يلي هي الناس اللي تمشي مع هذا هو الفوج المغاوير، هو اللي منظم السباق. واي ساعه رح يبدا هذا النشاط؟ الساعه 10، لكن من 3 أدار الساعة 10 الصبح إذا الله راد الانطلاق. من وين راح تكونوا؟ منطقة الزعرور، من راح تكون في واضحة هي، بس وصلي على الريزورت تبع الزعرور، يعني كل الناس راح تشوف وين راح يكون دليل واضح. لمدة أدن لمدة يمكن لشي 3 ساعات. هلا في الفئات، في الناس اللي سريعة وفي الناس هذا، بس هو التركيز إنه نحن جايين نعيش هذا النهار مع المغاوير جايين ننبسط وما نفكر بشيء، نكتشف جبال لبنان وطبيعه لبنان الخلابه. مثل ما قالين دوستي عنا الفيو الحلو اللي بيطل على كل لبنان حنشوفه وهيك. بكل بساطه اذا بدنا نحكي عن منطقه الزعرور، ليه تم اختيار هالمنطقه مش منطقه ثانيه مثلا؟ هلا هي يمكن لانه بنص لبنان مساقبه، وكل مره احنا اصلا بنكون مطرح، يعني ما في كل مره بيكون التنظيم مطرح معين تنشوف الأكثر من لبنان وطبيعته وجماله. نعم. ليندوس، يمكن الكثير من الشباب اليوم لما بدهم يعرفوا أنه فوج المغاوير عم بيشارك بهيدا النشاط يستغربوا أو تكون ردة فعلهم أنه إيه وين رايحين نحن، ولأول مرة عم بتصير يمكن هيدا المشاركة. لما سمعت بالخبرية تحمست تتشارك، وشو كانت ردة فعلك؟ أول شيء أول ما سمعت بالخبرية كانت يعني كتير كنت مبسوط أول شيء، لأنه شغلة واحد ولك فورورد تو إت، لأنه شغلة ما بتصير على طول. لا. شغلة عم نحكي في هدف رياضي من بعد، أنا بحب الرياضة وهيدا يعني مشوار بالطبيعة، عم نعمل فيه رياضة، عم نلتقى مع المغاوير، عم بيكون جو حلو، جو مرح. وكتير تحمست، وأكيد يعني عم نحكي لكل أصدقائنا، لكل الناس عن جد نشجعهم تيشاركوا، وما بده واحد يكون كتير سبورتيف تيقدر يشارك، يعني بيكون أكيد بده ياخد معه أكيد لابس تياب التلج، وأكيد تياب تغيرهم بعد ما يخلص. ما بده هاي تكنيسيتي عالية. التراجي منه كتير صعب، يعني حتى يلي مش كتير رياضيين بيقدروا يعملوا، يعني مشوار بياخد معهم يعني تحديث 2 ساعتين أو 3 مقصر. عاد عساتكم نحن مشينا شو وراكم. شو بتقول اليوم للشباب اللي بعد في عندهم تردد انه يطلعوا ويشاركوا معكم بهالنشاط بثلاثة أدار؟ شو بتقلهم اليوم؟ ما تترددوا، تتصلوا، تتسجلوا، وعن جد يعني رح يكون نهار رياضي وبيئي وطني بامتياز، رح يكون نهار كتير حلو بجبال لبنان البيضاء، وما تتأخروا تتسجلوا وناطرينكم. نعم، رح نشوف فيديو هيك نحمس أكتر الشباب تيشاركوا بهذا النشاط بثلاثة أدار، ونرجع منتابع. برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، بنظم فوج المغاوير بالاشتراك مع جمعية بيروت ماراثون وماكسيم شعيا، رينجرز ليد ذا ريس الأحد 3 أدار بمنطقة الزعرور. للاشتراك 01 87 44 93.
شي ندعم نحن المؤسسة العسكرية انه نمشي معهم وعلى خطواتهم كفي المسيرة، لانه بكل بساطة بهيدا النهار نحن بنكون عم نعمل رياضة، عم نكتشف لبنان، عم ننوه عن حالنا وعم نتعرف كمان على فوج المغوير. اهم شي عم نتعرف على الفوج المغوير والمغوار بحد ذاته، وعم نمشي حده وبطبيعة لبنان اللي السنة عن جد كتير حلوة. نعم، في أماكن محددة للأشخاص إذا بدهم يشاركوا بهالمشروع وهذا النهار تحديدا، ولا مفتوحة على لا هي مفتوحة للكل. نعم. السبق هو اللي مع بيروت ماراثون هو 300 شخص، والثاني الفان ران أوبن لكل يعني من كل لبنان حابين نجي نشارك. نعم. يكون هيك احتفال وطني بالشتاء. وبختم هذا النهار شو رح يصير؟ لا بختام النهار ماشي انه في كلنا بنكون عملنا هذه الاكسبيرينس مع الجيش، وهي هي ما رح تقدروا تتغدوا سوا ولا رح تكفوا نهاركم سوا، بده يعمل سكي في رجعك. ايه صحيح، يعني في هون بس نروح على منطقه جديده بالرجعه للناس فيهم يكفوا كل مره يروحوا من طريق ويتعرفوا على الضيعه لبنان الحلوة. نعم. يلي خصوصا إذا حدا جاي من مطرح. نعم. بعيد. فين أرجع أذكر كمان مرة برقم التليفون الأشخاص اللي بدوا يحجزوا أماكنهم، يتصلوا على 01-87-44-93 لحتى ياخدوا كمان المعلومات اللازمة اللي هني بحاجة لها. صحيح. ومثل ما ذكر من شوية ليندوس ضو أنه مش بحاجة أبدا أنه نحمل الغراض ونطلع وعتلانين هم، يعني تيب نطلع في الأسكين تمام ورواء ونهار. نعم. في كلمة إضافية بتحبوا تضيفوها بختام هذا اللقاء؟ نحن بنهاية هذا اللقاء بنحب نوجه تحية لقائد الجيش. نعم. عماد جوزيف عون وقائد فوج المغاوير العميد الركن مارون الأبيتي. يلي هو هم رح يكونوا معكم بهنهار؟ العميد الأبيتي أكيد هو رح يكون مستلم تنظيم هذا. نعم. هذا الإيضان وعماد جوزيف عون؟ ما فينا نعرف. أوكي. لأسباب أمنية. تفضل. منوجه لهم تحية. نعم. ونحن يعني نتمنى المشاركة من كل لبنان، من كل الناس يلي بحبوا الرياضة وبحبوا الجيش وبحبوا يشاركوا بهالإيفنت الحلو، بحبوا الوطن كمان. أكيد. يطلعوا. أفيديس شو بتقول للي عم يتابعونا هلا؟ يعني هلا قلنا كذا مرة بس هو زعرور يعني بوسط لبنان هين لكل العالم يوصلوا من كل من الشمال للجنوب من البقاع، يعني نحب الكل يجوا يشاركوا بهذا النهار ونتمنى الكل ينبسط. نعم، بنعطيه موعد إذا الله راد الأحد بثلاثة أدار ابتداء من الساعة 10 بمنطقة الزعرور، ذا رينجرز ليد ذا ريس، الكل مدعو حتى يشارك مع فوج المغاوير اللي هن عم يقودوا السباق، كلنا حدهم للآخر وداعمينهم للآخر، كيف إذا كنا بهيك نشاط كلنا عم ننبسط فيه وكلنا عم نشارك فيه وبنفس الوقت عم نتعرف على بعض أكثر وأكثر. أهلا وسهلا فيك أفيديس كالباكيان الدليل الجبلي ودكتور ليندوس ضو الأستاذ الجامعي ورياضي محب المغامرات اللي أنتم رح تكونوا موجودين بتشاركوا بهيدا النشاط إذا الله راد. ندعي الكل يكون موجود معكم. شكرا لوجودكم مشاهدينا متابعين نحن وياكم، ولكن بعد فاصل إعلان صغير. فيكن ترجعوا تشاهدوا كل فقرات ومقابلات وتقارير برنامج أحلى صباح على صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك @tl.ahlasabah، تويتر @tl_ahlasabah، إنستغرام @ahla.sabah، يوتيوب @أحلى صباح. كما بإمكانكم مشاهدة الحلقات كاملة عبر موقع تلفزيون لبنان www.telelibon.com.lb.